والله يا عيني نعمة ورضا في اللي احنا بناكله ده. الحمد لله. غيرنا مش لاقيه. يخرب بيتك! ايه اللي انت بتحببيه ده؟ معلش يا هاني، معلش. انت في ايه مالك؟ مش تراعي الناس والجيران اللي تحتيكي تحت؟ هو انت عايش حياتك لوحدك؟ ايه يا حبيبتي، انا كوبي زي ما انا عايزه، انا حره. يعني ايه حره؟ يعني بيتي يا حبيبتي وكوبي زي ما انا عايزه. انت مش عايشه في البيت ده لوحدك، انت ليكي جيران فوقيكي وتحتيكي، اللي فوقيكي مش مضرور، اللي تحتيكي هو اللي مضرور. يا شيخة رايح حق الجار. حق الجار؟ وما حدش قالك تقعدي تاكلي هنا اصلا. هو ايه اللي ما حدش قال لي؟ هو انت كمان هتتحكمي فيا اقعد فين وما اقعدش فين؟ يا اختي راعي يا اختي، بص الاول قبل ما تعملي اي حاجه. وبعدين احنا قاعدين بناكله تحت. هبص ان شاء الله المره الجايه هبقى اجيب نضاره عشان اعرف ابص بيها. انت كمان بتقلصي؟ في ايه يا حبيبتي؟ خلاص قلت لك هي مش سيره. ميه وشويه ميه والكب، وايه يعني؟ عيب كده، انت اذيتينا. لا مش انت يا حبيبتي اللي هتعرفيني العيب. مش انت يا ماما اللي هتعرفيني العيب. تخزين صاحبه الشقه ده شغاله. هي شكلها اصلا ما تعرفش الا اصول. بقول لك ايه؟ هو انت صاحبه الشقه دي؟ وانت مالك انت وانت هتكتبي لي عقد؟ انت مالك؟ انا صاحبه الشقه ولا مش صاحبه الشقه؟ بسالك سؤال، انت صاحبه الشقه دي؟ مالكيش فيها يا اختي. شغاله ده. انا لما يجي صاحب الشقه هنشتكي له. اشتكي يا بابا عشان احنا نقطع عيشها عشان ده رزقها. بس هي اللي لازم تحترم الجار حتى لو كانت هي عندها شغلها ده. طب ما هي اصلا لو متربيه تربيه كويس عمرها ما تكب علينا الميه كده واحنا بناكل. احترمي شغلك بدل ما خليكي تخسريه. بتتكلمي كتير شكلك كده وانا مش فايقالك بلا قرف. شوف الست الناس دي، الناس بقت بارده وبقى ما عندهمش دم. مش عارف بقى هل الناس هتقول ايه؟ هل اللي قاعد في الدور الارضي ينفع ان هو ياكل في الارضي واللي فوق منه هو يكب عليه ميه؟ حتى لو كان الارضي ده ملك للكل والعماره كامله، حتى لو 400 دور والارضي ده ملك للكل، مراعيه الجار انا لازم ابص قبل ما اتهب برمي ميه، قبل ما ارمي زباله، لاني فعلا اللي في الدور الارضي ده هو اللي شال العماره كلها، هو اللي بيشيل الزباله اللي بتترمى من فوق سواء اطفال او كبار متعمدين. اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك. مستنيين رايكم. السلام عليكم.